عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل على كل مشاهدينا الكرام ومشاهدي قناة النهار في كل مكان. النهارده حلقة جميلة يا رب، يعني أنا مش اللي هحكم إنها جميلة، حضراتكم اللي هتحكموا، بس الوصفة اللي طلبت مني النهارده هي وصفة أكيد الأجواء الشتوية اللي إحنا فيها حاليا، شهر بقى طوبة وبدأت إيه الأجواء تسقع شوية، فهنعمل أكلة محببة لينا كلنا. هعملها فتة، بس انا هعملها النهارده بتكنيك مختلف عشان عايزه دايما اقدم لحضراتكم لما تعملوا سيرش تلاقوا دايما وصفات مختلفه. النهارده هعمل العدس وفته العدس بالشعريه بس بالطريقه الباكستانيه، وهديها لمسه مصريه. هنحكي مع بعض فيها، بس خليني الاول اذكر كل اصدقائنا بشركه برايد هاوس وبكيتشنوفا اطقم الحلل. بصوا يا جماعة، هم بيعملوا في الجمعات البيضة، بيعملوا كتير اوفرز حلوة، بيوصلوا توصيل مجانا وبيدوا اوفرز على الاطقم ال 13 قطعة. الطقم ده بيبقى فيه اربع حلل مقاسات كبيرة، مقاس 20 و 24 و 28 و 32. وفي مميزات كمان حلوة قوي، ان هو في احيانا الحلل ال 28 مع ال 32 بيبقوا مع بعض. كاسرولا مقاس 18، المقلايه مقاس 26، جريل مقاس 28، طاجن كبير بيبقى يعني 35 تقريبا، يعني الغطا ده يا جماعه ستانلس 18 على 10، والايد دي من الباكلات العازل للحراره، وده جرانيت واخد طبقه تيتانيوم، واحنا اتفقنا ان التيتانيوم دي طبقه بتساعد على سماكه وبتمنع الخدش وبتمنع الصدى وبتمنع كل حاجه، لانها من المواد الثقيله اللي بتدي ثقه للطقم. سمك الحله 4 مللي والقاعده 5 مللي. في منه بقى اشكال كتير، الوان كتير، مربع، المدور، يد مثلا تكون ممكن في ذهبي، في سيلفر، في الوان كتير. انا عايز حاجه تدخلوا ده الهوت لاين بتاعهم، تدخلوا تشوفوا الاول الصفحه، تعملوا سكرين شوت كده للصفحه اللي هتنزل، تدخلوا بصوا هتلاقوا بقى ستانلس ستيل، وهتلاقوا الومنيوم، وهتلاقوا جرانيت بس، وفي جرانيت تيتانيوم، وفي اشكال مختلفه. شوفوا ايه الاوفرز عليها، خصومات قد ايه، عاملين هم توصيل مجانا امتى، الجمعات بيقدموا فيها هدايا على الحاجه دي ولا لا. ان شاء الله نستوفي طقم للعروسة يكون كامل متكامل، مش هتحتاجي جنبه حاجة أو حتى هدية لماما، أو إحنا كمان قربنا على مناسبات كمين، يعني قربنا عليها ربنا يعني بلغنا بالخير. اسمحوا لنا بقى الأول نقول مقادير العدس، عايزة أقول كده المقادير. بصوا بقى، أنا عندي للعدس ده هعمله كالآتي، وبس تكنيك الوصفة مختلف شوية اللي إحنا متعودين عليه، بس قريب منها، بس تست مختلف. عندي عدس اصفر منقوع مغسول، عندي كوبايه من الشعريه دي انا مزوداها، ومفروض ما بيتحطلوش شعريه، بيقدموه كده وبيتغمس زيه زي البصاره بتاعتنا وزي العدس اللي بيتعمل كده تقيل. بصل مفروم وثوم مفروم وثلاث طماطميات متقطعين مكعبات، كزبره خضراء، زيت جنزبيل فريش، قرن فلفل حار ممكن يبقى بارد عادي، معلقه صغيره كزبره جافه، وكركم، وفي معلقه شطه، هم حاجاتهم سبايسي شويه سواء الهندي او الباكستاني، لتر من الميه السخنه، ملح وفلفل. للوش بيعملوه طشه، الطشه دي هقول لكم مقاديرها: 3 معالق من الزبده، 3 فصوص ثوم متقطعين شرايح، قرن فلفل حار متقطع شرايح، معلقه صغيره كمون حب، معلقه صغيره من البابريكا. انا هقدم على الوش بصل مقرمش وخبز محمص، لان انا عايزه بقى ايه، يعني اللي عايز ياكله فته هقدمه طبقين، طبق كده وطبق كده. تعالوا نسمي الله وايه ونبدا. بعد ما نزلنا المقادير انا مسخنه الحله هنا، بصوا عايزه اوريكم بس في حلتي، بصوا انا ماسكاها اهي، النار شغاله تحت ومطلعه دخان اهي، والحله مطلعه دخان، مش هتعرفوا ان هي عازله للحراره، على الرغم ان هي تبان ان شكلها هتبقى سخنه، لكن طبعا هي مولعه. فطبعا الاطقم دي يا جماعه والله جميله جدا بتعيش، الميزه من كده انه ضمان 3 سنين وخدمه ما بعد البيع لو لا قدر الله في اي قطعه اتغير راحت. اسمحوا لنا قبل ما نبدا بقى في الوصفه هنطلع لبريك سريع ونرجع في انتظار حضراتكم نعمل الوصفه مع بعض. ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد البريك. يلا بقى انا سخنت الحله ورفعتها شويه عشان حضراتكم ترجعوا لي بعد البريك، هنبدا بقى مع بعض هنعمل العدس. طبعا احنا عارفين العدس على الطريقه السوريه ليه طعم برضو، بس هما بيشوحوا الحاجات عكسنا، بنحط المرق لما نكون عايزينه خفيف، بنحط بس الايه العدس فوق كل المكونات بتاعتنا، وبعدين بنحط ميه ونسيبه يغلي على النار وتبقى شوربه عدس عاديه. انا هنا التكنيك مختلف بالنسبه لهم، بس ان شاء الله
هيبقى الطعم حلو جدا. بسم الله. هنحط اول حاجه كده في البان البصل، ياخد حراره الايه الحله ويدخل في التسويه على طول. وطبعا طالما حطيت البصل لازم على طول معاه رشه الملح. بسم الله الرحمن الرحيم. وهي هنا بقى نقلب كده تقليبه حلوه، نشوح الحاجات الحلوه دي. الفلفل، بصوا الجمال، ممكن يبقى بارد مش شرط يبقى حامي، بس خلوا بالكم هم عندهم حته كده تريكه سبايسي السنه، يعني بيحبوا السبايسز قوي بشكل لطيف. الثوم ان شاء الله تجربوها، انا عارفه ان مدام سميره وام اسلام والناس حبايبنا دول، واكيد فراوله بتحب الحاجات اللي هي الحرشه دي شويه، انا كمان بحبه قوي، حبيته جدا وقررت ان انا يعني هعمل ده او السوري على حسب بقى بقيه الاسره. ومعانا يسرى. يا يسرى. يا شيخ صباح الخير. يا روح قلبي انتي عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. بصي انا بحب العدس جدا. يا قلبي تعالي اتفضلي معانا والله، تعالي يا روح قلبي تعالي نغديكي انا فتت عدس. ربنا يسلمك يا رب. بس عايزه اعرف في حاجه اقدر اكلها معايا او احطها معايا تهدي القولون شويه؟ طبعا تاكلي، كلي شبي رايب او كلي زبادي، يعني انا بحب دايما الزبادي مع اي حاجه فيها تقيله. حتى السلطات بتبقى خفيفه، ما بقاش فيها لا توابل ولا حاجات، خفيفه تتاكل كده بالمعلقه. اما علبه زبادي يوناني حلوه، او اللي هو بيبقى فيه يعني البروبايوتيك علشان معدتك، او الرايب عشان حاجه تهدي. بعدين انت هتنامي، هتاخديها من هنا وهتنامي على طول، وبعدين نشوفك بالليل بقى ان شاء الله يا وصف. ان شاء الله على خير يعني. حبيبتي العفو يا قلبي، العفو يا جميله حبيبتي. باي باي يا قلبي. طبعا احنا الجو ده يا جماعه عايزين حراره، فالحراره دي بتطلع من ودانا. الموضوع بالعدس ده بالذات نضرب بقى بصل اخضر، لازم. في ناس بتحب تعمل جنبه ساعات بتنجان مخلل وحاجات، بس انا بشوفه كله حامي 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 حامي. لا احنا عايزين ايه الدنيا تبقى جميله. بصوا بقى، حطيت الطماطم، كزبره خضراء، الثوم، البصل، الزيت، الفلفل، ادي كزبره ناشفه، شويه كركم. الكركم مهم جدا يا جماعه، وطالما حطيت كركم لازم سنه فلفل اسود، عشان هي دي اللي بتحفز الماده الحاره عموما. حتى الفلفل هنا هيحفز ماده الكركمين عشان تاخدوا فايدتها. طيب وناخد معانا ام اسلام. يا صباح الهنا. يا صباح الفل يا حبيبتي. ايه يا حبيبي عامله ايه؟ ماشي الحال الحمد لله. انت محتاجه شويه إيه؟ شوربه عدس من اللي احنا عاملينهم عشان البرد ده يسيبك شويه، ما يصحش كده. هعمل ايه؟ شفتي بقى؟ لا الف مليون سلامة عليك يا حبيبة قلبي. سلامتك الف سلامة. تسلمي. الله يخليكي. هو فعلا العدس ده محتاج اليومين دول بكام؟ يومين ساعة شوية. ربنا يبارك لك. الله يخليكي حبيبتي. ومش عايزاكي بس تنسيني في الصلاة اللي انا طلبته منك. لا اعملها، ده انا عينيا ليكي واللوكا والاسلام والمي ليكوا كلكم. ربنا يخليكي حبيبة قلبي. ربنا يسعدك. حبيبتي امين يا رب. زي ما بتسعدينا كده يا رب. حبيبتي امين ولكي مثلها وزيادة يا قلبي. شكرا يا قلبي. تسلمي يا ام اسلام. حرمش منك ابدا. بصوا بقى، شوحت كل المقادير اهي، بس الفرق هنا بقى احنا لا حطينا البصل حتت ولا حطينا جزر ولا حطينا ما حطيناش ده خلاص. بصوا الكركم هيحل محله، اللي عايز يضيف ماشي، دي بقى اضافات شخصيه من حضراتكم. شايفين عملنا ايه؟ شوحنا كده. هعمل ايه بقى؟ هاخد كده ميه سخنه بتغلي، بسم الله الرحمن الرحيم، وهظبط الملح. خلي بالكم احنا مش هنضربه في الخلاط، العدس ده مش هيتضرب في الخلاط. لتر تقريبا من الايه وكوبايه، بس لتر تقريبا من المرق او من الميه السخنه زي ما انا حطيت قدام حضراتكم. حلو الكلام، كلام جميل. عايز يدي مكعب مرق خضار ممكن هيدي تيست حلو، هيظبط الدنيا خالص. تعالوا كده ايه نقلب تقليبه حلوه. بسم الله. سيبوه بقى يغلي مع بعض كده. انا بقى هنا ضفت شعريه في اللي انا هوريه لحضراتكم. بصوا لونه، انا هنا بصوا حطيت ايه بس عشان سامحوني، لكن طبعا ده اختياري. من الفلفل المجفف اهو، حطيت اتنين بس. بصوا هنا بقى الجمال، تعالوا اوريكم بقى شكل القوام. نقلبه بس تقليبه حلوه كده. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين ازاي اهو زي ما هو. انا هنا حتى زودت شوحت الشعريه عشان انا بحب قوامه اتقل شويه، وحطيتها عليه على طول، ومش هضربه في الخلاط زي ما هو. هنا ما ضفناش الكزبره الخضراء مع الخليط، هضيفها دلوقتي. بس انا هعمل له ايه الطشه بقى مع حضراتكم دلوقتي. تعالوا بقى ناخد معانا ام رامي حبيبتي، وبعدين نستكمل مع بعض.
يا ام رامي صباح الفل. صباح العسل يا حبيبه قلبي. الحمد لله يا روح قلبي. ازيك؟ صباح الدفى جميل. ايوه بقى، وشويه عصير ليمون. بصوا مجهزه لكم الليمون كمان. والله بجد فعلا الجو ده محتاج فعلا العسل والحاجات الدافيه دي. حبه حلوين كده صح كده؟ ندفى بيهم كده. تسلمي يا رب. ربنا يحسن ما بين ايديك يا رب. امين يا حبيبتي. احنا حضرتك الفول المقلي يا شوف عظيمه. قولي لي تاني معلش. الفول المقلي. اللي كنت بتعمل زمان. الله طبعا طبعا. نعمل يوم كده. عيني. عايزين حضرتك تعمله لنا. تسلم عيونك. عينيا ليكي يا ام رامي، ده انت تأمري. تسلمي. الامر اللي ربنا يخليكي. ربنا يخليكي حبيبتي. انا بعشق الوصفات القديمه وبعشق الجيل القديم. واتمنى اعيش في الابيض واسود. تعرفي بقى والله بجد حاجات جميله والله. الزمن الجميل والله العظيم. نشوف عزيمه. الحمد لله. المهم ان انتوا الناس الجميله معانا ودايما معانا بصحه وعافيه يا رب. نسيت اجمل من شوف عظيمه. يا رب يسعدكم. يا رب يسعدكم. خليكم لينا يا رب. ربنا يكفيك يا رب. شوف عظيمه. امين. صباحك زي العسل. صباحك رضا من رب العالمين يا حبيبه قلبي. ما تحرمش منك. ما تحرمش منك يا غاليه والله. بصوا بقى تعالوا كده معلش. هبعد هاخد الحله دي هنا. خليني ايه اجيب دي كده عشان برضو مخرجنا يبقى ايه. انتوا حضراتكم شايفين كل الحركات. هحط هنا الفلفل. هقلل بس النار هنا عشان دي عاليه قوي. وبصوا هحط الفلفل ده كله كله كله. رشه من البابريكا، تنسوش البابريكا. رشه كمون حب. هنقلب تقريبه حلوه كده بشويه زيت بقى حلوين. نشوحهم كده مع شرايح الثوم زي ما حضراتكم شايفين. شويه البابريكا، الكمون، وبعدين هنحط شويه هنا الطشه دي. هنحط شويه منهم هنا خلاص. ومش شرط يكون الفلفل حامي يا جماعه، يعني ممكن تستغنوا عنه هيبقى رائع. وتعالوا كده ناخد الطبق القمر ده. هنعمل شويه شوربه ونقدم شويه على انهم فته. طب لو انا عايزه اضيف شعريه تمام، يا اما هنحمصها في الفرن يا اما هحمرها نص تحمير وهضيفها في الخليط بتاعنا. هاخد كده بلوش. بسم الله. طيب ومعانا فراوله. يا فراوله هاتولي لوش يا شباب بعد اذنكم. يا صباح الفل. يا صباح الفل يا فراوله يا جميله. ازيك يا حبيبه قلبي يا عيون فراوله. يا رب يسعد قلبك. عامله ايه يا حبيبتي؟ انت عامله ايه يا غاليه؟ عاملين عدس حلو مشطشط شويه. ده انا عايزاه العدس ده. يلا انا موافقه. يلا اجي لك فين والساعه كام؟ عندنا سيول يا عظيمه. ما شاء الله ما شاء الله. خلي بالك انا كنت في اسكندريه من كام يوم. بقالنا ثلاث ايام في سيول. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. على راي الحاجه هدى بتقول اسكندريه من غير سقف. صح منها للهوا على طول. من غير سقف مغرقانا كده. يا حبيبتي دايما يا رب كده. اهل اسكندريه وجمال اسكندريه وربنا يحفظها يا رب والله. تسلمي. تسلم ايدك. تسلمي. يخليكي لاولادك يا رب. امين يا حبيبتي ويبارك في عمرك. وعايزه ابعت تحيه لاخت جوزك الكبيره. قوي قوي اسمها لولا. ما شاء الله ما شاء الله. ابعت لها تحيه بالبقك يا مدام لولا يا جميله. اخت يعني هدى الكبيره. ما شاء الله اخت مدام هدى. يا سيدي. اختها الكبيره. يا حبيبتي تحيه ليك يا مدام لولا وتحيه للحاجه هدى ولزوجها الكريم في بورسعيد. الله يخليك يا زوزو. الله يخليك يا زوزو. الله يخليك. انت كلك ذوق يا حبيبتي. تسلمي. انت غاليه على قلبنا كلنا والله. يا رب يسعدك يا فراوله. ما تحرمش مني. هتبعتي لي بقى طبقات. يلا انا جاهزه وجايبه الباقي دليفري وجاي اهو. خلص واجيلك. والله على راسي يا قلبي. منوره باصحابها يا حبيبتي. اسكندريه كلها تنور والله. يا رب منوره باهلها يا حبيبتي والله. الله يخليك يا سيدي. الله يخليك. ما تحرمش منك يا حبيبتي. شكرا ليك يا احلى فراوله. العيش ده بلدي محمص. عايزين تحطوا عيش لبناني؟ ماشي ماشي يا نور عيني. حالا بصوا يا جماعه حطيت شويه هنا. بصوا بقى دي شريحه الليمون لازم كده خليها هنا. وبعدين انا هعمل كده. بصوا هنا في الطبق ده شريح عصرة الليمون دي مهمة جدا يا جماعة. ما شاء الله يعني. طيب حاضر حاضر بسرعة بسرعة عشان رمان بتقولي بسرعة عشان نلحق نعمل الوصفة التانية. حاضر. بصوا بقى هاخد كده من الشوربة دي على شوية الفتة دول بقى. يعني العيش المقرمش ده ممكن يبقى البلدي. أنا شايفة إن البلدي طبعا جميل لأنه صحي يعني شوية عن اللبناني اللي إحنا متعودين عليه.
بس طبعا لو هو هنستخدم لبناني مفيش مشكله برضو، اللي يريحكم. ممكن تحمصوه في الفرن كده شويه ونقدمه عليه. شفتوا العدس هم مش بيضربوه في الخلاط خالص. وعلى فكره في ناس كتير على فكره حتى في الاجانب ما بيضربوهوش، بيشربوه يعني بيستوي هديله حالا. بصوا عشان ده احنا حاضر يا قلبي، حته زبده يا جماعه اديله ادي، وهنا حتتين زبده كمان حطيت على الشوربه كمان حته زبده عشان تبقوا عارفين. ايوان يا سلام يا سلام يا سلام. بصوا بقى كده، يلا حاضر. تعالوا بقى ناخد شويه من البصل ده كده، حبه بقى كده عيني كده، حبه كده في الجنب بس، ندي شويه شكل حركات كده قرعه بس شويه كده بس والله. ودقوه قولوا لي راي حضرتك، والله العظيم هتستمتعوا بيه، طعم جديد ومختلف بس جميل والله العظيم. عينيا ليك يا روان. بصوا كده الطبق ده هتاكلوه بالهنا والشفا، شويه بصل اخضر وعلى السرير على طول، محدش لا هيروح شغل ولا هيعمل حاجه. بس بقى البصل ده عايزه اقول لكم مضاد حيوي شويه بقى. الحلوين دول كده هنا الصوص بتاعه الحلو ده. يلا بينا احنا كده جاهزين نقدم بقى، وننزل بقى مقادير سهله قوي يا جماعه لطارت الفراوله. هقول لكم عجينه مش هتاخد 5 دقايق ببيضه واحده، بصراحه جربتها وعجبتني جدا. بصوا انا من محبي التارتات قوي والسابليهات قوي، فانا شخص ايه وبحب مربات البيتي قوي وما بعملش اللي هي واكترهم الفراوله عشان ابقى واضحه يعني، فراوله برتقان الحاجات اللي هي الجميله دي. بسم الله بسم الله. طيب هنعمل ايه بقى؟ تعالوا نشوف العجينه مع بعض. يلا روان نزلتي مقادير قولي لي بقى. انا عندي كوبايتين 250 جرام من الزبده اللي هم تقريبا هيبقوا كوبايه، وممكن ايه كوبايه مليانه قوي مكبوسه عشان ما اضطرش اقول لحضراتكم ان في عليها معلقه زياده. كوبايتين ونص من الدقيق، معلقه كبيره زبده، حوالي تقريبا 350 جرام. معايا كوبايه زبده برضو مليانه مكبوسه او يعني كوبايه المعياريه، كل ده الكوبايات المعياريه يا جماعه. كوبايه الا ربع سكر باودر وبيضه واحده وشويه فانيليا، واللي حابب يا جماعه يضيف رشه قرفه ماشي، مش عايز بلاش. حشو ده كريم باتيسير اللي هو الكاسترد، نص كوبايه من النشا، نص كوبايه سكر، 3 كوبايات من اللبن، البيض ده صفارين بيضه زي ما اتفقنا بنضربهم مع النشا مع شويه سكر وفانيليا، واخد اللبن يغلي على النار، معاه برضو نقطه فانيليا يغلي، ابدا انزله على الخليط لحد ما يبقى كاسترد. طيب الوش ده فراوله، تعالوا بس كده نبدا. بصوا التارت هنعمل عجينه الاول، خلينا ننجزها كده مع بعض، هي سريعه ان شاء الله وتبقى سهله وبسيطه مع حضراتكم. الزبده هتبقى بدرجه حراره الغرفه، بمعنى انا بطلعها بره الثلاجه بحطها على الكاونتر، بدوس كده شايفين مش دايبه، لكن صباعي ساب فيها ايه علامه، هي دي بدرجه حراره الغرفه. هحط الزبده، هنحط السكر، بسم الله الرحمن الرحيم، كوبايه الا ربع، الدقيق انتوا معينينه صح يا ولاد ولا حاطين زياده؟ اوعوا، دول كوبايتين، مش هحط الكميه كلها احتياطي احتياطي، لا يكسفوني قدام حضراتكم يخرشي. تعالوا احط نقطه فانيليا مع العجينه، ده ادوقوا طعم المعلقه الفانيليا دي اللي مع العجينه يا جماعه، وبيضه واحده هتصرها بعيد هنا عشان اطمن انها سليمه. تمام بسم الله، كل ده فوق بعض، كل ده فوق بعض، وهنقفل ونضرب كده ايه الكلام. يلا بينا نشوف كده، هو ده الكلام يا جماعه. عرفتي بقى ان دي كان زياده،
عيب برضو نظرة التجربة. التجربة بصوا خير ودليل يا جماعة والله العظيم. بصوا بس اوريهم العجينة احنا كده كده فردينها. بصوا بقى بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بصوا العجينة دي لازم اسيبها ترتاح شوية. اهي شايفين العجينة عاملة ازاي؟ ملبن. العجينة دي تعمل لي قالب قد اللي انا عاملاه ده، وتعمل لي كام واحدة من الصغيرين. عملت لي العدد ده كام واحدة دول؟ عدوهم كده وقولوا لي كام واحدة عشان اقول لهم العجينة دي طلعت قد ايه. بصوا كده هاخد جزء منها طبعا بعد ما تسقع، انا لازم احطها الاول في كلانفل ابدا اسكنها في القالب، اي قالب على فكره. بصوا العجينه لينه ازاي، بصوا هتطلع ازاي، روعه. دي قوالب صغيره كماله العجينه اللي احنا عملناها دلوقتي. هسكن 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 بايدي كده وهشكها بالشوكه. بصوا الخليط هنا ناعم ازاي والعجينه جميله وسلسه ازاي اهو، حتى لو القالب مش قالب طرت عادي على فكره. بصوا هديله كده بايدي اوطي واخلي سمكه واحده وابدا اظبطه. ماشي تسلم يا داغي، خليني بس عشان التكنيك ده مهم يا اولاد. خلاص اهم حاجه في عجينه التارت بدل ما اقعد احط بقى ايه حاجات جافه، يعني زي البقوليات الجافه القديمه عندي. انا ساعات بعمل كده والله ما بيكون كذا صنف، بس لا بطلت بقى من ساعه ما بقيت احط المقدار مظبوط وبقيت اخرمه بالشوكه كويس جدا حتى من الجوانب. طيب لو انا عندي قالب زي ده زي اللي قدامي ده، بصوا سكنتها اهي العجينه روعه، اتبقى معايا جزء اهو هشتغل فيه في القوالب الصغيره ده مش هسيبه. تمام. طب لو افترضوا مش عايزه استخدمه دلوقتي، هيتلف في استريتش جوه كيس ثلاجه وتشال في الفريزر. طيب دخلنا ده على حراره 180، قبل ما هدخله هشكشكه كده حتى الجناب بالراحه. ثبته بقى كويس وظبطه بقى كويس وتمام، عجينه مظبوطه جدا جدا جدا. خلاص طيب هنبدا نعمل ايه؟ هناخد بقى حراره 180 على الشبكه في النص ياخد اللون. طب افرض الحروف اتحمرت وفي النص لسه، هجيب ورقه زبده احطها على وشه كده، هتبدا تهدي الحراره شويه على تسويه الجوانب فما تاخدش لون اكتر وفي النص يظبط معايا. هبدا بقى احشي هنا. انا عندي الكاسترد انا بصراحه مجهزاه، احنا عملناه كتير قوي قوي مع بعض. هبدا انزله كده بديله تقليبه طبعا عشان يبقى قوامه كده ايه، اللي عايز يضيف بقى ايه مثلا يعني نص علبه قشطه يديله طعم. اقول لكم فكره كمان، اللي عنده شويه شوكولاته مذابه بطعم حلو ممكن يضيفها مع الكاسترد ده، تدي طعم حشو حلو زي الاكلير اللي احنا بناكله بره اللي هو الجاتو الاكلير، بيبقى طعمها يجنن مع الكاسترد تحفه. عايزين تجيبوا الكريم يعني بيقولوا عليه باستي، هو اصلا كريم باتيسير، يعني لو عايزين تجيبوه جاهز ده ليه نسال الراجل النسبه بتاعته قد ايه لقد ايه، لان في انواع منه بتختلف زي الكريم شانتيه بالظبط. طيب وزي الاسبونج بصوا كده هحط طبقه. خلي بالكم هقول لكم هنا معلومه، بس العجينه دي مش هتعمل معاكم كده علشان هنا ما يطراش منكم التارت. في ناس بتفرش كده بفرشه بتديها معلقه شوكولاته بيضه فيفضل معظم، والله التارت ده ما هيحصل له حاجه من غير معلقه الشوكولاته البيضه دي. وبصوا هنرص كده الفراولات واحده في النص كده حلوه ونديها يا فراوله يا فراوله، انت معانا يا فراوله اهو بقلبنا والله. يلا انا دلوقتي بقى برص كده مع حضراتكم، هستسمحكم بقى ايه نجهز لبريك عشان نستعد للفقره القادمه ونشوف كده برضو معانا ايه الاوفرز المقدمه كل اصحابنا اللي بيسالوا، ان شاء الله تلاقوا حلول كويسه بنوتاتنا الصغيرين بعد البريك في انتظار حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد البريك في الفقرة الطبية اللي كلنا أكيد بنستناها بنستفاد منها كتير. هنتكلم النهاردة عن مشاكل السمنة والأمراض المصاحبة ليها. الحياة أكيد بتلهينا كتير وبننسى نهتم بالجسم وبشكلنا، وده أكيد بيسبب بعض الأزمات النفسية لبعض الشخصيات ويعني مشاكل صحية. خلينا يعني إيه نشوف النهاردة ونعرف مع ضيفتنا اللي منورانا النهاردة الدكتورة صفا فتحي استشاري التغذية الإكلينيكية. أهلا بيكي معانا. شيف عاملة إيه منورة الدنيا؟ مبدعة كل مرة أكتر من
قبليه. حبيبتي شفتي المنظر؟ المنظر ورد. انا عايزك بس تقطع لها عشان هي عاجبها التارت اللي حاطين عليه برتقال عشان الصحابة. بوكيه ورد ممنوع اللمس. اه بتقولي بوكيه ورد، انا مش عايزاكم تيجوا جنبه خالص. ايوه ما شاء الله. يا حبيبه قلبي قلت لها اتفضلي معانا طبعا صحه وهنا يا حبيبه قلبي. النهارده انت جايبه لنا مفاجاه حلوه وجايبه لنا هدايا كمان قيمه. تمام. علشان يعني ايه اصدقائنا مش بس كمان من الناحيه الاقتصاديه انهم يقدروا يتواصلوا كذا شهر، اللي عايز فوق ال 100 وفوق ال 120 ينزل بشكل كويس وياخد وقته. تمام. صح كده؟ بالظبط كده. اه انا مش هقول المفاجآت، انا هسيبك طبعا تتكلمي عنها، بس انا عايزاكي النهارده تعرفي اصدقائنا احنا بنتكلم عن ايه، نوع الكورسات وهي عبارة عن ايه؟ موفرة وقوية. أوه. وتكون مجربة ومرخصة وزارة الصحة وأمنة. أيوة. 100%. أيوة. وانا دلوقتي انا جاية اتكلم بمنتهى البساطة على كورسات نمبر 1. النهاردة كورس نمبر 1 اكستريم اللي هيمسك البيشنت او الحالة من اول التخسيس حجم المعدة الى الجلد. يبقى انا دلوقتي ههتم بالمريض او اللي عايز ينزل بوزنه من اول ما كان بيتكلم ان شهيتي مفتوحه في الشتاء جدا، ان عندي وقت صغير على رمضان وعايز اكل براحتي، ان انا بجوع بالليل، سكرياتي عاليه. عندي مشاكل صحيه كتير جدا، لحد ما هستلمك جلدك لازم ما يكونش فيه ترهل ملحوظ، لان دي مشكله بتؤدي لعمليات جراحيه اخرى وربما ممكن تقع في ايد اي حد تعمل مشكله، احنا عايزين نحلها من قبل ليها او الوقايه منها. تمام. يبقى خدي بالك تاني، التخسيس بيؤدي لقليل من الترهلات في البشره في الوش، نزول الجلد ده طبيعي. ولكن هل يا ترى ممكن الوقايه منه؟ دي كلمه مهمه جدا جدا. وكمان هتمنع العميل اللي قدامي ان هو يقف في نص الموضوع يقول لي لا ده انا جلدي ضايق، ده انا خسيت جامد، انا عايز كفايه كده. في نفس الوقت الماده السحريه اللي موجوده جوه الكريم اللي انا جايه بيه النهارده بتعمل لك تخسيس اصلا، مش ترهلات فقط، ده هي ازاي المنطقه اللي هدهن عليها هتدفع وهتعرق وهتقوم بدوبين تذويب الدهون الموضعيه، لان هي بتبقى طبقه بسيطه تحت الجلد بتبقى سهله انها تدوب. يعني احنا هنحسن الكواليتي بتاع الجلد كويس جدا، وحاجات اللي تحت الجلد هتبتدي تدريجيا تقل. بنلاقيه زي فين؟ في كبار المراكز التجميل او كبار مراكز التخسيس بيستخدموه في اجهزه الكراي والكافيتيشن اللي هي التنحيف بالاجهزه. انا هدولك في البيت ومزوده المادة الفاعلة. خليني اقول لك كورس نمبر 1 اكستريم عبارة عن ايه؟ عبارة عن شهر كامل كبسولات واعشاب ونقط، عليهم شهر كامل تاني كبسولات واعشاب ونقط، والمفاجأة اربع حقن حرق هدية مع كمان الكريم النحات او كريم الترهلات القوي جدا اللي نازل النهارده. الكريم النهارده نوعه مختلف عن كل مرة بنزل بيه، سواء سابقا كنا بنركز قوي على انك تخس. أيوة. فكان الكارنتين والكافيين والمواد المصاحبه للنزول عاليه قوي. دلوقتي مش كده بس، احنا زودنا حاجات تعلي تون الجلد. انت هتقدر تفقد دهون بدون ما يحصل لك تانية جامده في البطن وتقولي لي التانية نزلت على رجليا، اللي احنا بنخسس اوزان كبيره. أيوة. فانا لازم احط في ذهني ازاي احافظ على المريض بتاعي او المتصل اللي جاي يخس بدون ما يحصل مشاكل. انا بتكلم مع مين برضو النهارده؟ زي ما حضرتك متعوده مني ان انا انزل لك حاجه تفتخري بيها وتكون جايبه لك حاجه حلوه للاوزان الكبيره. ايوه. لان احنا لازم نكون حاطين في دماغنا اكتر ناس مأذيه لفوق ال 100، هم اللي فوق ال 100، اكتر ناس جربت كل او حرقها هم اللي فوق ال 100، اكتر ناس منعوا نفسهم وباظوا الدايت معاهم اوقات طويله فعلا وما بيبقاش بمزاجهم التخن. دي المفاجاه بقى، ان ممكن يكون عندك مريض غده درقيه، ممكن يكون عندك هرمونات سمنه وراثيه او سمنه وراثيه او طريقه اكل غير صحيه بس مش قادر تغيرها، زي اللايف ستايل بتاع اللي انا باكل بالليل بس وجبه وانام. او لما يكون مثلا عندي تراكمي قديم سكر او بري دايابيتك يعني قبل السكر، او في مشاكل كتير جدا واهمها جيناتك او الوراثه. يبقى انا علشان اقول لك انت عندك سمنه او لا هنقعد نتكلم كتير جدا، بس انا اوجدت ليك حل جذري ينزل فوق ال 140 كيلو. بنتكلم على حاجه مجربه ومرخصه وزاره الصحه، والكلمه دي امنه 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 لكل فئات لكل اعمارنا، يعني من اول 75 سنه وانزلي 13 سنه انا معاكي انزل بصوره امنه. واحلى حاجه في الموضوع هي التثبيت، مفيش دكتور ناجح غير لما بيتقاس الريباوند بتاعه قد ايه. طبعا بيقول لك ده دكتور عالمي، ده دكتور هتخسي معاه مش هترجعي تاني. كل ما كان المنتج يبقى فاشل او قليل ممكن تنزل بسهوله تحرم اكل لنفسك من الاكل، هتقعد ولكن هترجع بعد شهرين. انما الريباوند بقى اللي هو يرد تاني بسرعه هو ده الفيتال او هو ده الخطر. فالنهارده كورس
كورس نمبر 1 اكستريم هو الكورس الاول في الشرق الاوسط، بينزل الوزن 40 كيلو كبسولات واعشاب ونقط، عليه كبسولات واعشاب ونقط ومعاه اربع حقن وعلبه كريم. طيب احنا عايزينك تقولي لنا الاول طرق التواصل عشان برضو اصدقائنا يبقوا عارفين يتواصلوا معاكم ازاي، فكلمينا بقى عن الصفحه وعن الارقام التليفون. تمام، النهارده احنا هنتكلم على ان النمر اللي موجوده عندنا تحت دي هي نمر الفريق المختص اللي هنتصل بيهم، وهنلاقي نفسنا بنتعاون مع الفريق الطبي وهنقول فيه كل الحاله، الوزن، الطول، الحاله الصحيه، الضغط، السكر، السن، ايه اللي حصل علشان توصل للوزن ده، سواء كانت مثلا بعد الشر عن اي حد، مثلا حاله زي الحاله اللي هقولها لك، كان مريض، كان الاول بطل يعني وبطل رياضه فقعد جسمه ابتدى يزيد، اي حاله زي كده بتتوصف على قد ما تقدر الفريق الطبي باستفاضه هيقدر يتدخل معاك، لان احنا عندنا تعدد في انواع المهن يعني التخصصات والكبسولات. انتوا مش كل الناس بتاخد نفس الكورسات، مش كل الناس تاخد. مريض الغده ليه اشياء مخصصه من عليل اليود، مريض الضغط نسب بقى هنا بتلعب دورها على حسب كل حاله بالظبط، بنظبط له ضغطه. مريض السكر بنخلي فيه السكر مظبوط، اللي هو مثلا لازم السكر التراكمي يبقى 5.4 ده يبقى كده بقى طبيعي ومبقاش اسمه مريض سكر. فبالتالي احنا بنبتدي معاه مع اللايف ستايل اللي بيحكيه. الارقام على الشاشه هي الارقام الوحيده المسؤوله عن العرض بتاع النهارده، والصفحه بتاعتنا. الحالات بقى اللي انت عايز تفرجي نجاح الصفحه، نجاح المنتج نمبر 1 عمل ايه، التواصل وازاي، اي مشكله انت خسيتي كتير قوي وطلعتي تاني، تنمر من الناس، احكي باستفاضه كل المشكله وجوانبها، وهنلاقي ان شاء الله في نهايه الكلام الكورس المكثف القوي مع اربع حقن حرق، اربع حقن التنحيف والحرق، ان هم بيقسموا الجسم مش بيخلوه بنفس الشكل. وده هتقولي انا مثلا عندي دهون كوره في ركبتي، كوره في جنابي، في كوره لحميه او دهنيه معظم البنات بتلاقي خاسه الهيل كده، في اجسام كده. ايوه انا بقول لك بتحداكي لو كنت من هذه الاجسام الحقن قادره على تذويبها تماما. كويس، طيب نتكلم بقى، قول لنا يعني تفاصيل اكتر، هو مكون من ايه، الكبسولات بتعمل ايه، ناخد حاجه حاجه بقى ونقول الكورس النهارده عليه ايه، كورس هديه خصم قد ايه، ادينيش التفاصيل النهارده. انا هقول لك النهارده، انا هقول لك ان انا جايبه كورس اسمه نمبر 1 اكستريم. الكورسات نمبر 1 كلها كانت بتنزل للاوزان الكبيره 40 كيلو، وهل يا ترى ينفع الاوزان الاقل من كده اللي فوق ال 100؟ بتنفع، وده بيديك انديكيشن ان الكورس قوي جدا ويقدر ينزل معاك كميات كبيره. طب انا بنزل ايه يا دكتوره؟ انا بسمع ان في اثناء الدايت بنزل عضلات وميه ودهون. الكورس خصيصا للدهون العنيده، يعني انا برضو ممكن اعمل ام بادي بدايه استخدامي، وام بادي في خلال اول اسبوع 7 كيلو 5 كيلو 6 كيلو حسب الوزن اللي بيطرح عليا، وبنشوف مقارنه التو ام باديز ومبعتهم لمين، للفريق الطبي. لو في مشاكل واكبر واعظم مشكله في اثناء فتره الشتاء مع بروده الجو هي الغده الدرقيه. الغده الدرقيه لما بتتضرر حتى مع وجود الهرمون بيحصل برضو سمنه وما بتقدريش تتخلصي منها بحرمانك الاكل، لازم تلعبي على الاثنين، صح، اني احرق جامد جدا جدا واقنن الشهيه كويس، او اكلك عشان اقدر اتخلص من القديم بقى، عشان اقدر اتخلص من القديم. واخر حاجه انك تكوني واكله حاجه زي السكريات تديكي جزعه من السكر عشان امنع شرح السكر، ويبقى في مالتي فيتامين موجود كمان. هذه القصه لا تحدث الا في كبسولات نمبر 1 المكثفه النهارده. ده كده لو انا خدت كلمه نمبر 1 او الكبسوله بتاعتها. انا سيليوم، فيتامين بي 6، كروميوم، جارسينيا. لو انا قعدت اعلم الناس واحده واحده كل عشبه اهميتها ايه وبتختص بايه، انا بقول لحضرتك بدون ما اجهدك في كوليكشن جامد جدا من الاعشاب المختلفه اللي مهما كان عنادك في نزول الوزن هيقدر يتحكم فيه ونقدر عليه. كويس جدا. الحالات عندنا حالات اوزان تقيله، يعني انا خلاص الناس تقول لي الكورس الاوزان التقيله، الناس اللي فوق ال 170، الناس اللي فوق ال 130، اول 100 انت المفروض تقف على الميزان تلاقي ثلاث ارقام. لا وهم ما شاء الله هينزلوا اسرع. بينزلوا اسرع من اللي تحت ال 100. طب خلينا ناخد ندى ونرجع نستكمل كلامنا. يا ندى. ندى يا ندى. الو، صباح الخير. اهلا يا ندى. ازي حضرتك يا سيدي؟ الحمد لله يا حبيبتي، اتفضلي. ممكن اتواصل مع الدكتوره؟ معاكي حبيبتي، اتفضلي دكتوره صفاء. صباح الخير يا دكتوره، ازي حضرتك؟ صباح النور يا فندم، اهلا بيكي. بصي انا بكلم حضرتك من طرف واحده اسمها ام محمد، دي كانت جارتي، كانت بتتابع مع حضرتك مع الفريق الطبي، وما شاء الله خست في شهرين
اكتر من 35 كيلو. ما شاء الله ما شاء الله. فطبعا انا شفتها جننت بقى، قلت لها انت عملتي ايه وكده؟ قالت لي على الفريق الطبي تبع حضرتك، وادتني الرقم وقالت لي تواصلي معاهم وهم يعرفوا حالتك ويرشحوا لك الكورس المناسب وكده. برافو عليكي، برافو. انا وزني، انا وزني 85 كيلو. 85 كيلو. تمام. عندي اكتر منطقتين مضايقني، منطقه البطن والدراعات. تمام. البطن والدراعات ده برضو الابل شيب، مش مشكله، ده سهل جدا. دي تعتبر او تعد من الدهون العنيده اللي هتروح من طريقه الحقن. هتلاقي الحاجات اللي واقفه رجت ومضايقاكي وجسمك مظبوط، ما عدا تيجي تقيسي الهدوم الدراعات مختلفه هتدوب ذوبان كلي بالحقن. للاسف مش بعرف اعمل اي نظام دايت، فشلت خالص في الموضوع ده لان انا عندي شهيه عاليه، بحب الاكل قوي والسكريات. تمام. انا ما عنديش مشكله مع انك تاكلي، ده انا اول دكتوره هكتب لك كوارع في الاكل، يعني اول دكتوره بكتب الكوارع وبكتب كمان حاجه مسكره تقريبا كل اسبوع، ولا امانع من مكعب شوكولاته الدارك كل يوم. هناك كتير قوي، انا مش عايزاكي خالص، انا كده كده بديكي دايت دلوقتي، انما انا مش عايزاكي انك تحرمي نفسك، ولا عايزاكي تلتزمي معايا بنظام غذائي الا لو زودت لك حاجات علشان صحتك وفيتاميناتك. فما تقلقيش خالص من النقطه دي. موضوع شرح السكر، السكريات وجزع السكر موجود ما يقابله. شكرا ليكي يا ندى. في الكبسوله، ويجعلك على طول طول الوقت عندك ساتوريشن وعندك هدوء من ناحيه ان السكريات جامده، هتاكلي هتدوق، انما مش هتبقي انفيسيف ومش هتبقي. انا مش هديها من الطرد بتاعي، ان شاء الله الطرد بتاعي بس عليك. هديها هديها خلاص حته عشان خاطرك. انا اقصد ان انا لازم اجرب كل الحاجات وما امنعش نفسي. انت مش هتمنعي طبعا، ودي حاجه دي مهمه لانها كانت ناس كتير بتعاني من الموضوع ده. طبعا كلمه ان انا امنع الحقن المناسبه لحالتها اكتر اللي احنا مدعمين بيها كورس نمبر 1 النهارده. العناد في اماكن محدده، يعني انا بيجي لي ناس عامله شفط دهون، شفط الدهون دي بيبقى فيه مشكله ان المنطقه اللي اتشفطت منها الدهون بتبقى خلاص اتقفلت وما بيحصلهاش تاني زياده، ولكن الاطراف الاخرى بتزيد. يعني بص تلاقي وسطها او الحته معينه بقت مظبوطه. الدراعات بقى تفرط، تلاقي الدراعات مالت جامد، المنطقه السفليه جامد وبقت عنيده غير ما كان طبيعتها في البدايه. كويس. طبعا دي الحقن التنحيفيه بتقوم بذوبانها تماما. بيجي لي واحده مثلا عامله تكميم وخلاص حجم المعده ده خلاص نزلها 60 كيلو ووقفت، ابتدى البلاتو يتحكم في حياتها، وابتدت كمان تبتدي تاكل الاكل اللي هي متعوده عليه، تزيد. العب على كتير، ناس كتير كلمتنا في الموضوع. العب على الحرق واعلي الحرق، وده موجود برده جوه الحقن التنحيفيه. وكمان موجود معانا الكريم، يعني كريم انا برده ما اقدرش اخذل قد ايه مهم النهارده، قد ايه ان انا متضايقه من ان كل الناس بتيجي عند منطقه معينه تلاقي جلدها ابتدى يتضرر او يتراهل، تقف وتضيع كل مجهودها. فاحنا لازم من دي 1 بنستخدم الكريم النحات اللف التنحيفي ونحافظ على تون الجلد ودهون الطبقيه التحتيه. طب ما تخلينا نشوف كده معاكي بعض الصور عشان احنا الوقت بيعدي معاكي بسرعه جدا. ايوه يا شيخ. وتقولي لنا برضو حققوا ما شاء الله، هما هنا ده عنصر رجالي برضو. أيوة. باينه هنا البطن طبعا، باينه المنطقه هنا لسه، هو كان في بدايه السمنه وكانت سمنه كويس ان هو برضو ما شاء الله لحق نفسه واتكلم بدري. البطن السفليه او بنسميها احنا في العوامه، العوامه او حزام. أيوة. البطن العوامه اللي انت شايفاها دي مقاومه انسولين، تسدي من الدرجه الاولى. عدم ثقه في النفس، هو شاب وليه حياته اللي لازم كلنا، هو بياخدها باريحيه، يلعب كوره، يتحرك، يختار شريكه حياته، لبسه بدل او كاجوال، لازم احنا نبقى حاطين في دماغنا هو جاي يخس ليه. غير كده كمان ممكن تكون بدايه مشاكل صحيه وهو في سن صغير، ابتدى يتغير من 125 ل 85 كيلو. هو ما شاء الله طويل، 125 والبطن كان فيها مقاومه انسولين، مقاومه الانسولين دي من احنا شفناه بس عرفنا، يعني هو بعت الصوره، احنا شفنا الصوره بتاعته على الواتساب عرفنا ان في المشكله الفلانيه. بيعمل التحليل او ما يعملش، بيبعت الديتيلز كلها على الفريق الطبي. دي حالة بقى. الصوره الثانيه دي سمنه البطن المترهله بسبب الولاده المتكرره. يعني دي بطن سفليه بتبقى في ابشع العناد اللي ممكن تتخيليه. بتفضل هي ترهل، العضلات اتقطعت، القيصريه اتكونت، حشوات كتيره جدا دهنيه فوق بعض، ممكن لو كان عندها فتاء او عندها حاجه معينه تبص تلاقي عملت زي ندوب مثلث هرمي كده في بطنها، تلاقي كل جسمها كله رفيع. ده كورس شهرين نحت البطن تماما، وده من الكورسات اللي اتدعمت برده بالكريم بتاع النهارده. فما فيش ترهل،
ما فيش مشاكل، مش هتيجي تقولي لي في جلد مترهل وانا لازم اعمل كذا، اعمل اجراء كذا جراحي او ما شابه. طب قولي لنا بقى تاني الارقام عشان اصدقائنا لسه في ناس بتتصل ومش هنعرف ناخد تليفونات يا جماعه، اعذرونا. اتمنى حالا ان النمره اللي موجوده او النمر اللي موجوده دول يتصوروا على طول بالتليفونات، لان كورس نمبر 1 المكثف بيتميز بالكبسوله مش الهدايا بس. يعني انا مش جايه اراهن على الناس بالهدايا بس والصفحه اللي معانا. أيوة. لازم انا برضو اجي اتفرج على الحالات وعلى نجاح الكورس. معلش تاني دكتور، النهارده بنقول كبسولات واعشاب ونقط. مفيش خصم النهارده، بس ما سمعتوش كده. النهارده 75% خصم. قاعده ساكته مستنيه. 75 اصل الكبسوله اكسكلوسيف. تمام. والكريم يعني خصم 75% على كورس النهارده اللي هو عباره عن كبسولات واعشاب ونقط. نازل عليها عرض تاني كبسولات واعشاب ونقط، يعني شهرين 60 يوم لحد رمضان، واربع حقن الحرق. ومعاهم الكريم النحات النهارده برضو للترهلات. ما شاء الله. ده العرض بتاعنا. ما انا مش انا من كتر ما انا عايزه افهم الناس. انا في كبسوله جديده يا جماعه، في حاجه قويه نازله النهارده. مش الخصم بالنسبه لي مش هو يعني انا كده كده احنا هنعمل كل حاجه. تعرف موضوع الخصم، خلينا عشان بس برضو هم بيتصلوا عايزين برضو يبقوا عارفين النهارده في خصم معاكم، اكيد هم متعودين على كده. فاحنا بنقول خصم 75%. أيوة. وده كورسين، يعني كورس عليه كورس هديه المفروض بيكفيهم شهرين 60 يوم بالظبط كده. اربع حقن دول ممكن ما شاء الله اربع حقن يعني كل 15 يوم حرقه فوقنا، ممكن تتشرب على ميه، دي مهمه جدا لو الناس مش عايزه تاخدها عضل. تاخدها عضل بالظبط كده، عينها كلها فيتامينات والحرق بتاعها حلو جدا. ومعانا الكريم، الكريم اللي يقيقي من مشاكل الدنيا كلها اثناء عمليه الدايت. مهم قوي للدبل تشين يا شباب، مهم جدا، لان ما يحصلش ترهل في الرقبه، ما يحصلش ترهل في خدود الوش والتساقط، ما يحصلش الدراعات، كل الحاجات دي ممكن اتفاداها من البدايه، والكريم مجهز للقيام بهذه العمليه بنجاح. طبعا الفريق الطبي بيوجههم بياخدوا الكريم من امتى؟ من بعد مثلا اول شهر او بيبداوا يحسوا هما بداوا ينزلوا بالظبط. طريقه استخدامه ازاي؟ طريقه الاستخدام مع الفريق الطبي مع انها بسيطه جدا، بقوم بدهن الكريم واسيبه لحد ما يمتص وابتدي اعمل له كفر. ما ينفعش ان انا وانا حاطاه اروح لابسه على طول، بس استنى ما ممكن ما بين دقيقه او نص دقيقه للامتصاص. مش طالبين استرتش، هو الاسترتش بس والحاجات اللي بتسخن اثناء السقوعيه الشتاء، يعني زي دلوقتي هتستحمليه. انما لو معانا كريمات وعروض وصل لحد الصيف ملا داعي خالص، لانه هيعرقك لوحده وهيسخن الجسم وهيحرق ويعمل المنطقه بتاعته يذبل الدهون فيها وشد الجلد. يعني احنا كده النهارده الكورس عليه كورس هديه يا جماعه خلاص، واربع حقن والكريم و 75% اسم الكورس نمبر 1 اكستريم. اوكي، والارقام دي الارقام الوحيده اللي موجوده على الشاشه. الشاشه طبعا، والصفحه الوحيده برضو، ومتابعه مجانيه ومتابعه مهمه. مهما احكي متابعتك مهمه قد ايه، مهمه جدا جدا لضمان نزول 40 كيلو حصري من كورسات نمبر 1. انا بشكرك جدا، اسمحوا لي طبعا اشكر ضيفتي اللي شرفتني النهارده ونورتني دكتور صفا فتحي، نورتيني شرفتيني. اشكرك جدا، اشكر حضراتكم جدا جدا لحسن المتابعه. اتمنى يا رب ان نكون بنقدم لكم دايما حاجه كويسه مناسبه لحضراتكم. هنا الحلقه جديده، اتمنى من الله ولا يكتر على الله. اشوفكم على الف خير وصحه وسلامه وسعادة، وسلام عليكم.